طراها الأرزاق والرزق وكذا. عروة بن أذينة شاعر أموي وكان اشتهر بشعر الحكمة، والقصائد اللي يقولها تتطاير بها الركبان، تسير بها الركبان وتذهب وتشرق وتغرب. ومما قال أبيات جميلة يقول منها، يقول لقد علمت وما الإسراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتين. الله أسعى له فيعيئني تطلبه، ولو جلست أتاني لا يعنيني. عموما هذه أبيات في الحكمة، في أن الإنسان لا يعني يبالغ في الطلب وكذا، ولو أنه يعني لو هدأ وجلس يأتي رزق. الشاهد أن الأبيات هذه شرقت وغربت وسارت بها الركبان وانتشرت. وفي يوم من الأيام وفد عروة بن أذينة على هشام لعبد الملك، وفد في مجموعة من الوزراء والوجهاء وكذا على الخليفة هشام في الشام. وطبعا شاعر وفد على خليفة يعني يتعرض لعطائه، يتعرض يعني لجوده وكذا. وهشام يتصفح الوجوه فرأى عروة، قال عروة، قال بيك يا أمير المؤمنين. قال ولست القائل، لقد علمت وما الإسراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى له فيعييني تطلبه، ولو جلست أتاني لا يعنيني. قال بلى يا أمير المؤمنين. قال وما لي أراك قد كذبت نفسك وأتيت من الحجاز إلى الشام تتعنى في طلب الرزق، ما جيت تسلم على جد دور فضل الله. فانصدم عروة يعني صدمة قوية وكلمة أمام الناس، فقال جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، وزادك الله بسطة في العلم والجسم، وعظت وبالغت في الموعظة، ونصحت وذكرت، وذكرتني ما قد أنسانيه الدهر، يعني أنا ما جيت أكلها الوقت حدني، وذكرتني كلام قلته لكن نسانيه الدهر، واستأذن من حينه وانصرف، استأذن وركب مطيته وتوجه المدينة، يعني ما هانت عليه نفسه، انجرح انفض المجلس وكذا. فلما أوى هشام إلى فراشه مساء تذكر عروة، قال يا الله، رجل من قريش قال يوما من الدهر حكمة ثم ألجأته الحاجة إلينا فجبهته، جبهته يعني ضربته في الجبهة، فجبهته ورددته، فآلمته نفسه. فلما كان اليوم الثاني واجتمع الناس قال أين عروة، وين عروة؟ قال وين سلم عليك، استأذنك وانصرف. أو هشام قال خليفة، قال يمزح يعني ما درى أنها وقعت مثل الرمح في قلب الرجال ذا. فنادى غلام عنده وقال يا غلام خذ هذه 2000 دينار والحق بها عروة وأدركه قبل أن يدخل منزله. فأخذ الرسول في طلبه، طبعا عروة سابقه بليلة، فهو يمشي على أثره، يمشي على كل ما نزل منزل، قالوا سبك راح إلى أن وصل المدينة، دخل عروة بيته وإذا بالرسول يطرق الباب، من رسول أمير المؤمنين وقد بعث عليك بهذا. فتبسم عروة وقال أقرأ أمير المؤمنين مني السلام، وقل له كيف وجدت قولي، أسعى له فيعيدني تطلبه، ولو جلست أتاني. فكان الجواب يعني لهذا. فتح الله عليك. نعم. ما شاء الله تبارك الله، جميلة والله، جميلة.